مبادرة الرئيس المصري للحوار توقيتها، مغزاها، مصداقيتها ومدى الاستجابة لها، أناقشكم بعد لحظات في نقطة حوار. أهلا بكم، أنا رشا قنديل. في مصر دعوة مفاجئة للحوار من الرئيس السيسي للجميع بلا استثناء. السياق الآن سياسيا مجال عام مغلق تقريبا كليا، اتهامات مدنية وحقوقية بالتنكيل بالمعارضين، ضغط خارجي شديد في ملف حقوق الإنسان والاعتقال السياسي الذي تنفي وجوده الدولة قطعيا، اقتصاديا أزمة طاحنة، تضخم، دين خارجي مستفحل، انهيار جزئي للعملة أمام الدولار. الدولة تتحدث عن إصلاحات تمكن مصر من الصمود، جمهورية جديدة، عاصمة إدارية، وإنجازات وأزمات أكبر من أي حكومة. أمنيا الدولة تتحدث عن ضبط الملف، سياسيون على يسار السلطة ومعارضون يتحدثون عن تسخير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية ضد المعارضين أو حتى للاستهداف المشخصن. اليوم أناقش في نقطة حوار فحوى الاستجابة لمبادرة السيسي للحوار، توقيتها، مصداقيتها، مغزاها، آلياتها، وضمانات الإرادة والتفعيل. يمكن لحضراتكم أن تشاركونا هاتفيا على رقم 0044-203-375-2989 والمشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، على حسابي على تويتر رشا قنديل بي بي سي أو على فيسبوك بالعربية رشا قنديل. سأتابع مع حضراتكم طوال هذه الحلقة مشاركاتكم التي ستسير بموازاة حوارنا لنفتح حوارا أرحب به الكثير من النقاط. هناك اتجاهان تقريبا لهذا الحوار. الاتجاه الأول أعرب عنه الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حسن نفعة الذي قال إنه الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي هي الخطوة الصحيحة والحقيقية التي يمكن أن تؤكد صدق وجدية الدعوة إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا. بالمقابل تغريدة محمد صبحي ذهبت بالاتجاه الآخر، قال فيها الرئيس جمع كل طوائف الشعب حتى المعارضة عشان يأكد أن إيديه ممدودة للجميع ويكون في حوار مطالعة ومكشفة لمجريات الأحداث المهمة. هذه عينة من الآراء التي رصدناها حتى هذه اللحظة، أدعو حضراتكم إلى مواصلة الإدلاء بآرائكم وسأعرض البعض منها خلال حلقتنا لهذا اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي عبر الزوم اليوم، الأستاذة إيمان من بريطانيا الصحفية، الأستاذة سمر من إستونيا، الأستاذ رزق من المغرب، الأستاذ حسن من القاهرة، الأستاذ طارق من القليوبية، والأستاذ حسين من الإمارات. كذلك أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة، الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم السياسي. أستاذ أشرف أرحب بحضرتك، أهلا وسهلا. واسمح لي أن أبدأ من الأستاذ رزق، مصري مقيم في المغرب. أستاذ رزق، أول سؤال في ردود الفعل المبدئية التي رصدت كان عن جدية الدعوة للحوار، هل هي فعلا دعوة جدية؟ هل تغيرت الإرادة السياسية وتريد إقامة حوار فعلا؟ ما رأي حضرتك المبدئي في ذلك؟ قرب قدوم معلش أستاذ رزق، ممكن حضرتك تكرر الإجابة من البداية لو سمحت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اهني حضراتكم وكل المشاهدين والمستمعين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك، هذا اولا. بالنسبه لحضرتك للدعوه، اسمحي لي اولا بس يعني امر سريعا على ان دعوه الجنرال عبد الفتاح السيسي ليست الاولى، بل هي سبقها الرئيس جمال عبد الناصر حينما بعد النكسة، لما للأسف المصريين أصيبوا بإحباط شديد جدا ويأس، دعا إلى حوار شامل، حوار سياسي. أيضا الرئيس السادات رحمة الله عليه يعني لما ضاق به الحال والناس تذمرت في آخر عهده، أيضا دعا إلى حوار سياسي. أيضا الراحل الرئيس حسني مبارك رحمة الله عليه دعا أيضا لحوار سياسي عام 1988. إذن دعوة الجنرال عبد الفتاح السيسي ليست الأولى. بس أنا ألمس في كلام حضرتك أنك تتحدث عن أزمات تسبق هذه الدعوات، هل تعتقد أن الرئيس سيسي مأزوم؟ بالفعل يا فندم، هناك احتقان، أو نقول مثلا أن هي نقول في سببين رئيسيين من وجهة نظر أنا شخصيا، سبب داخلي وسبب خارجي.
السبب الداخلي شايفين للاسف التدني الشديد جدا جدا في او سوء الاحوال السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمصريين في العموم بدون استثناء، وبالتالي الاحتقان السياسي، الانسداد السياسي، ما فيش معارضه، لا صوت يعلو فوق صوت السلطه. هذا بالنسبه وطبعا والازمه الاقتصاديه على راس كل هذه المسببات لدعوه للحوار السياسي. حضرتك اسمحي لي، ما فيش يعني كورونا واوكرانيا اللي هو بيتكلم فيها، ما كل العالم لا، مر أنا بس أريد باوكرانيا أن أدقق مع حضرتك الإجابة عشان يكون حوارنا منظم. حضرتك تحدثت عن وضع داخلي وكنت ستتحدث عن الوضع الخارجي، ما هي الظرفية الخارجية ايوه من يا وجهة فندم. نظرك؟ هناك ايضا حضرتك يعني في تقارير مؤخرا يعني خرجت بتقول ان هناك حاله من التذمر السياسي والاجتماعي الكبير جدا في الحاله السياسيه المصريه، طيب وبالتالي هناك حتى جمعيات وهناك مؤسسات يعني منظمات حقوقيه دوليه اشارت الى هذه النقطه، ان مصر بتعيش حاله يعني مزريه طيب سياسيا هذه بداية واجتماعيا. قوية لهذا البرنامج. إجمالا حضرتك تعتقد أنه الرئيس المصري مأزوم، لديه أزمات داخلية ولديه ضغط خارجي، وهي النقطة التي أبدأ بها أسئلتي للأستاذ أشرف أبو الهول. أستاذ أشرف، مساء الخير مجددا. حضرتك كنت قبل عدة أيام أكدت معي هذه الفكرة، لكن هل هذا الضغط يكفي لأول دعوة للحوار؟ الدعوة الأولى كانت قبل أن يتولى الرئيس سيسي السلطة، كانت في 2013، هذه الدعوة الأولى منذ تولى الرئاسة. أنا ما الذي هستخدم تغير التليفون اليوم؟ أساسا. يعني يعني أولا أنا بالفعل هناك يعني أزمات وضغوط، ولكن العنصر الأهم كما يعني أعتقد هو أنه الرئيس السيسي شخصيا يعني يريد أن يكون هناك حوار حتى يكمل يعني ما بدأه من عمل حسب ما يظن، بمعنى أنه هناك أزمات. لكن هل تتخيلي أن الضغوط الدولية يعني ستصل إلى مرحلة عزل مصر أو الضغط عليها تماما وبالتالي تدفعه إلى بدء حوار؟ الضغوط الدولية في الغالب تكون ضغوط مرتبطة بمصالح. بالأمس يعني لعلنا جميعا رأينا الرئيس التركي وهو يزور المملكة العربية السعودية ويأخذ بالأحضان ولي العهد السعودي الذي كان يتهم اتهامات صعبة منذ فترة، وكان قد يعني تعهد بنقل قضية خاشقجي إلى العالم أجمع وباستمرار المحاكمة. هذا جزء من البراغماتية، ليس خاص فقط بأردوغان ولكن خاص بالعالم. الولايات المتحدة في ظل الأزمة الحالية مع مصر والحديث عن قصة يعني حقوق الإنسان، وفقط منذ شهر ونصف تقريبا على إمداد مصر بالأسلحة والطائرات. هناك يعني أشياء أخرى تربط البلدان غير حقوق الإنسان، وبالتالي ليس هو العنصر الضاغط الأكبر. هناك مشاكل اقتصادية في الداخل، معك هذا أمر حقيقي، ومشاكل كبيرة وهناك ديون كبيرة. لكن أنا شخصيا كما أقول لك، أعتقد أن الرجل يشعر أنه يعني نفذ الكثير مما يحلم به في بنية تحتية وغيره، وأنه آن الأوان أن يكمل الصورة، خاصة أنه هو يعني كما رأينا أو كما علمنا هو يريد أن ينتقل إلى عاصمة إدارية، ليس فقط انتقال من مكان إلى مكان، ولكن بمفاهيم جديدة وبفكر جديد. حتى الحديث يدور عن ما يسمى بالجمهورية الجديدة، مثلما حدث في فرنسا أيام ديغول بعد الحرب العالمية، وعاصمة جديدة بفكر جديد وفكر أكثر رقي. وبالتالي الجانب الأكبر الذي دعاه يعني للدعوة للحوار مرتبط به شخصيا، ومرتبط طيب برغبته في التغيير أستاذ أشرف. وإحداث شيء يحسب له. نعم، حضرتك طرحت أكثر من نقطة شديدة الأهمية. النقطة الأولى لها علاقة، لا أحد يسائل أخلاقية الغرب. الغرب معلوم ومعروف أنه يتبع مصالحه وتخلى كثيرا عن مطالباته بعد أحداث الشيخ جراح العام الفائت، فهذه نقطة تعزز ما تقول حضرتك. لكن الأمر الآخر هو ما وجه الربط بين أزمة اقتصادية طاحنة على المواطن وأزمات دين خارجي وتضخم بدعوة المعارضة إلى الحوار، إلا إذا كان أحد أمرين: إما جعل المعارضة جزء من المتحملين للمسؤولية عن أمر ما سيحدث ربما ليس جيدا، او انه يعني محاوله لتخفيف الضغط
عن السلطة في الشارع إذا ما تفاقمت الأمور بإحداث مشهد سياسي مشابه لما حدث بعد 30 يونيو. فممكن أعرف وجهة نظر حضرتك في هذين الأمرين؟ يعني دعيني أقول لك بصراحة شديدة أستاذة رشا، وأنت تتابع الأحداث في مصر بشكل يعني دقيق جدا، هل المعارضة في مصر بالقوة التي تستطيع فيها أن تحدث تغيير وحدها؟ هل هناك رموز معارضة إذا دخلت في السلطة والإصلاح بإمكانها أن تغير الشأن العام في مصر؟ أنا كرئيس للقسم السياسي في الأهرام على مدى سنوات رأيت يعني أشياء غريبة جدا في المعارضة، وملاحظات على المعارضة كما هي ملاحظات على الحكومة وإدارة الدولة. من هذه الأشياء لدينا أكثر من 100 حزب مسجل، معظمها أحزاب هامشية كرتونية ورقية، هناك أحزاب عائلية. الحياة السياسية في مصر للأسف يعني منذ سنوات طويلة وقبل حتى 25 يناير كانت مسمومة، كانت موبوءة، كنا نرى بأعيننا الكثير من الأحزاب التي تعتمد على الدعم الخارجي. كانت هناك دول مثل ليبيا وسوريا والعراق تمول أحزاب بشكل علني، بعد 30 يونيو خرجت دول أخرى تمول بعض الأحزاب وبعض القوى السياسية، وبالتالي لم نشهد قيادات سياسية حقيقية. دي نقطة بعد كمان مهمة للغاية، بس لا ينبغي أن تمر مرور الكرام أنه حضرتك تتحدث عن أحزاب كرتونية وتتحدث عن عدم وجود لحياة سياسية حقيقية. نقطة سأستدرك مع حضرتك فيها بالتأكيد، بس اسمح لي أن نستمع إلى الأستاذة إيمان عبد المنعم، الصحفية المصرية هنا في بريطانيا. أستاذة إيمان، شكرا أنك تحدثيننا من حيث أنت. أنا أريد أن أسألك سؤال مباشر، هل تعتقدين حضرتك كصحفية وكمراقبة أنه هذه الدعوة حقيقية؟ هل هناك إرادة فعلا سياسية للتغيير؟ الحقيقه احنا بنتمنى انها تكون حقيقيه. الوقت طويل جدا على ان يبقى في هذه الفرقه في الشارع المصري، زي ما الاساتذه سبقوني بالكلام ان الحياه السياسيه تقريبا ما فيش حياه سياسيه موجوده في مصر. الاحزاب السياسيه التي كانت تعبر عن الثوره او كان ممكن يكون لها حس سياسي غير موجوده. فاحنا بنتمنى ان الرئاسه ودعوة السيسي هو بنفسه اللي يثبت ان هذه الدعوة جدية، وده مش هيحصل الا من خلال خطوات حقيقية. علشان يكون في حوار سياسي شامل لابد ان يكون في جميع المؤسسات وكل الفئات، سواء النقابية، سواء رجال الاعمال، سواء القوى السياسية. لكن احنا بنلاقي ان الاحزاب السياسية بعض رؤسائهم مسجونين، زي دكتور عبد الملك ابو فتوح، زي محمد القصاص، زي زياد الهليمي. لما نلاقي رجال اعمال هنلاقي صفوان ثابت وغيرهم من رجال الاعمال المحبوسين، حتى من الجيش ومؤسسه الجيش ما زال سامي عنان رهن الاعتقال، ما زال مستشار هشام جنينه. فهو عنده خصومه مع كل الفئات الموجوده في المجتمع المصري، وعليه ان يبادر بخطوات ايجابيه. الحل مش ان احنا نخرج 40 واحد ولا 50 واحد ونقول هذه هي الافتراق السياسيه ويلا انا قدمت السبت على القوى السياسيه انها تقدم الحل. الحقيقي ما ينفعش بعد 9 سنين من قتل الحياه السياسيه في مصر وتشويه ثوره يناير وكل الاحداث الداميه اللي حصلت في مصر ان بمجرد دعوه بدون اي ملامح بدون كمان هذه نقطة مهمة، تأطير الدعوة وأن يكون لها آليات وخطوات واضحة. أشكر حضرتك أنك أتيت على هذه الأسماء وعلى ذكر هذه النقطة. أعود مرة أخرى للأستاذ أشرف أبو الهول. الأستاذ إيمان، في الواقع يعني ريحتني من نص السؤال، لأني كنت سأسأل حضرتك من الذي أغلق المجال العام ليجعل الأحزاب كرتونية، ليجعل الحركة السياسية غير مؤثرة؟ وفي ذلك أنا لا أنزه الحركة المدنية ولا المعارضة، لكن أقول أن رؤساء كثير من الأحزاب كانوا بالفعل في السجون، من بينهم الأستاذ خالد داود نفسه، رئيس سابق لحزب الدستور، رئيس حزب مصر القوية لا يزال، دكتور عبد المنعم بالفتوح، وآخرون كثر، من بينهم أساتذة الجامعات، دكتور حسن نفع، دكتور حازم حسني، حسام مؤنس الناشط في حزب الكرامة وإلى آخره. من ثم من الذي أغلق المجال العام؟ يعني هذا سؤال هام جدا، ويعني أريد أن يعني أوضح شيء، هو أنه إغلاق المجال العام كما قلت هو قديم، قبل 25 يناير وبعدها، ولكن سأكون محددا وسأتحدث عن بعد 25 يناير. بعد 25 يناير كانت الظروف عصيبة وعصبية في مصر، ورأينا موجة الإرهاب التي تضرب الدولة المصرية، استهداف الكنائس واستهداف يعني أقسام الشرطة، وما حدث من أوضاع مأساوية في سيناء، وبالتالي يعني جندت الدولة طاقاتها لمعركة واحدة
هي معركة الاستقرار الأمني، وفي عندما يعني تكون هناك يعني مواجهات أمنية كل ما يتعلق بالعقل والمنطق يغيب. واعتبر البعض انه يعني ما علاقة اساتذة الجامعات على غرار الدكتور مثلا حازم حسني واسماء اخرى كثيرة حضرتك تعلمها جيدا، قيادات في احزاب سلمية تمارس العمل السياسي حتى لو كانت على يسار الدولة او تخالف او تحاسب الدولة وهذا دورها كمعارضة وسلطة، ما علاقة ذلك باي احداث حضرتك تصفها بالارهابية؟ لماذا يستهدف هؤلاء الناس؟ نعم، يعني انا هنا اقول لك ببساطة شديدة انه يعني اجهزة الامن ومن يدير المشهد الأمني في مصر كانت تعتبر أن أي محاولة لإخراج صوت معارض قد يكون في مصلحة الإخوان أو قد يكون في مصلحة الإرهابيين، وأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة. ويعني هذا الأمر يعني أنا لا أؤيده، ولكن أنا أوصف لك ما حدث في مصر ويحدث في كل مكان في العالم، وحدث في مصر في فترات سابقة أيضا في فترات مواجهة الإرهاب والإرهابيين. وإن كانت الأمور قد زادت عن حدها في فترة من الفترات، فأعتقد أنه ربما الآن الرئيس يدرك أن هذه المسائل كانت خاطئة ويريد أن يتحرك في اتجاه صحيح، لأنه ليس كل من قال لا هو يعني يستهدف الدولة أو ضد الدولة، وإنما قد يكون التوقيت من ناحية فقط الأجهزة هو الخاطئ. طيب، يعني بالأمس كنت أتحدث مع أريد أن أضيف نقطة بسيطة. كنت أتحدث مع الصديق خالد داوود، فقال لي أنه حتى هذه اللحظة لا يعرف من الذي أمر باعتقاله. يعني قال لي أنه كل جهاز يقول له ليس أنا، وبالتالي يعني هذا يعبر عن مدى الفوضى التي كانت موجودة في مرحلة مواجهة التحديات الأمنية. أنا كنت أقول لحضرتك أن هذه نقطة مهمة أيضا لن أمر عليها مرور الكرام، بس أريد تعقيب أولا من الأستاذة إيمان لأنها تريد أن تذهب وبعدين نتحدث إلى صالح على الهاتف. أستاذة إيمان، هل من تعقيب؟ الحقيقه بس انا عندي جزئيه حابه يعني يمكن اطرحها على استاذ اشرف تحديدا، انه صحيح لو كان هناك فوضى امنيه، لكن الراعي للحوار الان لابد ان يكون راعي سياسي وليس راعي امني. الجهات والهيئات المسؤوله عن الاكاديميه اللي ترعى الحوار هي جهات امنيه، كيف للمخابرات وجهاز امن الدوله الذي لديه خصومه مع كافه القوى السياسيه بلا استثناء ان يقود حوار سياسي يهدف الى اصلاح الحال في البلاد؟ هذا امر غير منطقي. علينا ان نكون هناك خطه واضحه واولويات ويكون حوار سياسي شامل حتى بين جماعه الاخوان المسلمين ورئيس السيسي على مدار 6 سنوات أرسل أكثر من وسطاء لإدارة حوار مع جماعة الإخوان المسلمين بشكل غير معلن، وكل من الطرفين كان يلمح إلى ذلك بشكل ما. لكن الحقيقة عشان نعمل حوار لازم تكون المائدة بتشمل الجميع بلا استثناء. طيب، بما فيهم السجون الآن لازم يكون منهم ممثلين، الصحفيين لازم يكون ممثلين وممثلين، المنفيين في الخارج بشكل اختياري لازم يكون ليهم ممثلين. فأين هؤلاء؟ في يعني لب إجابة حضرتك له علاقة بآلية تنفيذ هذه المبادرة وكيف يمكن ضمانة ألا تتحول إلى تصفية حساب شخصي. قبل أن أتحول إلى الأستاذ أشرف للرد على هذه النقطة، أتحدث إلى الأستاذ صالح من مصر على الهاتف. أستاذ صالح، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا استاذ رشا وبكل البي بي سي، وربنا يجعل الأيام على خير. احنا بنفطر دلوقتي، معلش ان احنا قطعنا افطار حضرتك، بس انا لدي سؤال عشان نمضي في الحوار قدما الى الامام عن الاليه. يعني سالنا كثيرا عن الاراده وغيابها من عدمه والى اخره، بس هل حضرتك تعتقد انه ما طرح حتى الان كافي على الرغم من الحديث عن اكثر من خطوه مباشره بعد دعوه الرئيس السيسي؟ هو اولا حابب انوه ان الكلمه اللي انت قلتيها في الاول، ان اول مره الرئيس السيسي هو اللي يقول ان انا حابب حوار سياسي، دي لاول مره من 2013، فدي حاجه كويسه ان احنا بنسمع اصلا من 2019 ان احنا في انفراجه سياسيه. لكن الكلام ده ما بيحصلش الا ان عشرات او مئات، يعني لو قلنا في اغلب الظن او في افضل الاحوال مئات يطلعوا من السجون. لكن الحل الاساسي بالنسبه للراي يعني ان احنا لو حابين نعمل حوار سياسي يبقى مبني على قاعده واضحه وقواعد معروفه، اللي هي ايه؟ ان احنا نطبق دوله القانون. هو الرئيس السيسي بيقول الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. طيب الوطن محتاج ايه؟ محتاج ان هو يبقى دوله قانون، دوله قانون يبقى ممنوع خرق القانون فيها. ايه خرق القانون اللي موجود في مصر؟ الاخفاء القسري والتدوير.
احنا بنتعرض في مصر ان احنا بنلف بس، يعني معظم المصريين اللي موجودين في السجون بيخافوا من حاجة مهمة جدا، ان هو يطلع من اخلاء سبيل او براءه، او ان هو ينهي مدته وفي الاخر يروح يتم تخزينه اخفاءه قصريا في مكان ما، وبعد كده يلف ويدور ويرجع تاني. يعني كمان السادة من خارج مصر، فكره التدوير لها علاقه بانتهاء المهله التي كانت سابقا قانونيه للحبس الاحتياطي وبعدين تقديم نفس الشخص في دوائر قضائيه اخرى او للعرض في قضيه مغايره، بس لانه ليس كل الساده والسيدات المستمعين والمشاهدين يعلمون عن هذه التفصيل. تفضل استاذ صالح. مظبوط. النقطة الثانية يعني الإخفاء القسري، يعني لكن تتخيلي حضرتك إن إحنا وصلنا الكوميديا السوداء إن يبقى في مكان معهد أمناء الشرطة اللي هو مفترض محكمة، تحت المحكمة كان بيوجد فيها أماكن للإخفاء القسري. يعني ده مش خارق القانون. طيب. ده القانون نفسه يعني. نعم. حضرتك والأستاذة يعني إيمان، الواقع أنه يعني شكلتما سؤال متكامل أعود به الأستاذ أشرف أبو الهول من وحي إجابته السابقة. أستاذ أشرف، حضرتك تتحدث عن أجهزة في الدولة كانت تحسب حسابات خاطئة، إما أن هذه الأجهزة لا تخضع لسلطة رئاسة الجمهورية بما أن الإعلان جاء مغاير تماما، أو هي ترى أن هناك أخطاء ارتكبت فينبغي أن يرى المواطنون محاسبة هذه الأجهزة، حتى الآن ليس هناك بديل على ذلك. والأمر الآخر أنه الأليات المفعلة، كيف يمكن لنفس الأجهزة التي حضرتك ترى أنها ارتكبت هذه الأخطاء هي قائمة على الحوار الذي سيكون بين الرئاسة أو بينها وبين الجبهة المدنية وكل الأطراف باستثناء الإخوان المسلمين وستعلم عنها الرئاسة؟ اولا دعيني اقول لك انه يعني لم يحدث في التاريخ ان كان رئيس وحده او مسؤول وحده هو الذي يدير بلد، وكانت دائما هناك اجهزه وهناك شخصيات تساعد، وفي النهايه حدثت اخطاء وحدثت مصائب والرؤساء تحملوها. ولدينا يعني اعطيك مثال الرئيس جمال عبد الناصر عندما ترك الجيش للمشير عبد الحكيم عامر، فحدثت كوارث في 67، بس في جدليات اخرى استشرف لانه حتى ده مختلف عليه ومردود عليه. خلينا طيب في الفتره يعني الحاليه لكي نكون مباشرين. يعني انا اقول لك فيما يتعلق بالاليات، انا يعني لا اتخيل انه سيتم استخدام نفس الاليات او نفس الاجهزه، والدليل على ذلك انه الرئيس في يعني لقائه مع العائله المصريه في الافطار كلف اكاديميه التدريب التابعه للشباب بانها هي التي تدير هذا الحوار، وهي اكاديميه كما نعلم بها كثير من الكفاءات الشبابيه والوجوه الجديده ولديها قدره تنظيميه هائله، ورايناها في مؤتمرات الشباب، واعتقد ان هو اختار هذا الاختيار حتى يكون الامر تابع له مباشره وليس تابع للاجهزه. وهناك نقطه اخرى تحدثت فيها السيده ايمان، يعني هي تحدثت عن مشاركه جميع الاطراف وجميع الاطياف، وانا اقول لك ان هذا ربما يكون خطا كبير، لانها سيتحول من حوار الى مولد، سيطلب الالاف المشاركه وبالتالي لن تصل الى نتيجه. لا بس يمكن تفعيل ذلك من وجهه نظر الاستاذه ايمان ومن مقتنع بوجهه نظرها كما فعلت مثلا لجنه الخمسين لصياغه الدستور وبعدين لجنه العشره، يعني الامر محسوب الاحزاب الموجوده والحركات المنظمه مثلا. هي لجنة الدستور ولجنة العشرة سبقها حوار مجتمعي ومع ذلك لم تأتي بالنتيجة المرجوة، لكن أنا يمكن يعني أن يكون هناك يعني عدد محدود وليس عدد ضخم، لا يزيد مثلا عن 100 فرد يمثلون كل أطياف المجتمع ويجلسون معا، وأي نتيجة تذهب إلى الاستفتاء، يعني أنا لا أحبذ أن تذهب النتائج إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ للمصادقة عليها أو لغيرها. هو سؤالي لحضرتك بالفعل ربما السؤال الأخير، مجلس النواب ومجلس الشيوخ النظرة لهما من قبل التيار المدني نظرة سلبية، لأنه رؤية أنه صفيت منها كل كوادر المعارضة في الانتخابات الفائتة، من ثم أصبح مجلسا يعني المجلسان أصبحا ناعمي الوجه على السلطة. يعني أنا بالتأكيد أعلم ما يقوله المعارضون وما تقوله أطياف شديدة عن يعني مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي أحبذ أن يكون هناك عودة للشعب مباشرة، خاصة وإننا يعني بالفعل قد يكون هناك قرار بالعودة للشعب في تغيير بعض بنود الدستور، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، لأنه الدستور يقول إنه العاصمة هي القاهرة.
مقر الحكم في القاهرة، وسبق في أنه صدر قرار بإنشاء ما يسمى بمدينة محافظة حلوان، ولكن ذهب البعض للقضاء وقالوا أنه المحكمة الدستورية موجودة في هذه المحافظة وهذا غير دستوري، فتم إلغاء القرار، وبالتالي قد نذهب بشكل أو بآخر إلى تعديل دستوري، فلماذا لا يكون هناك أيضا استفتاء على ما يتم الاتفاق عليه؟ عندي سؤال مهذب وأخير لحضرتك، هل هناك تواصل بين ربما رؤساء أو مديري التحرير للصحف شبه الرسمية وبين السلطة في هذه الأثناء لتقدموا رؤيتهم بشكل مفصل؟ لا، يعني معلوماتي أنه في هذه اللحظة لا يوجد تواصل. التواصل هو اللقاء الذي تم في توشكا بين السيد الرئيس ورؤساء التحرير، لكن أظن أنه الباب لم يفتح بعد للتواصل وللحوار وتقديم الرؤى، وأعتقد أنه عندما يتم فتح الباب سنعلم. نعم، أشكرك أستاذ أشرف أبو الهول على سعة صدرك وإجاباتك على أسئلتي، مدير تحرير الأهرام رئيس القسم السياسي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. قبل أن نتحول إلى ضيفي التالي أعرض لحضراتكم بعض المشاركات التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من بين ما وردنا حتى هذه اللحظة، مصطفى العسال مثلا، مصطفى يذهب بالاتجاه الذي يقول خروج بعض المعارضين وليس الكل مقابل رضا أمريكا وإنقاذه، تصور أنه يعني الرئيس المصري، من الأزمة التي هو مقبل عليها، لكن حرية وديمقراطية حقيقية لا يمكن الجيش هيسمح بها. هشام نصير يرى عكس ذلك تماما، هشام يرى أن دعوة السيسي للحوار الوطني هي محاولة جادة ومحترمة من رئيس وطني يسعى إلى توحيد جميع فئات الشعب المصري تحت مظلة حب مصر. إبراهيم حلفاوي، إبراهيم وجهة نظره يعني لها علاقة بما ذهب إليه ضيفي في إجاباته الأولى، قال صفوت شريف أقام هذا الحوار أيام مبارك البشير قبل الإطاحة به، أقام ما يسمى بالحوار الوطني بعد خطاب طويل سمي بخطاب الوثبة ولم نفهمه حتى الآن. لو تحولنا إلى هشام أحمد سند، في الواقع أحمد سند قال قلل من أهمية الدعوة، قال هو كلام للاستهلاك فقط. طيب سأحاول مرة أخرى، أحمد سند يقول هو كلام للاستهلاك فقط وتحسين الصورة بسبب ضغوطات خارجية والأزمة الاقتصادية، في نفس الوقت الذي تم فيه العفو عن محبوسين احتياطيا تم القبض على إعلاميين عارضوا النظام. في المقابل يقول الأستاذ علي الزناتي، يقول نعم ستلقى دعوة الرئيس للحوار قبولا من المعارضة لأن أغلبها من المصريين، وأسباب الخلافات هي صنيعة أجندات خارجية باسم باسم أعتذر، تحدث عن المشاركين في الحوار. باسم قال أنه في ناس بتقول لك ما فيش حوار وطني من غير الإخوان، ده سيسي لم شمل قوة الوطنية بكل أطيافها عشان يوصل لكم رسالة أنكم ملكوش مكان فيها. أخيرا الإعلامية جيهان منصور تحدثت كذلك عن المشاركين لكن من زاوية أخرى، هي قالت لعل في الحوار الوطني أمل لخروج شباب للنور والحرية، من يعترض على حضور صباحي لديه قصور في النظر، هذه الخطوة لفتح حوار مع المسؤولين للإفراج عن شباب في السجون. اتجاهات كثيرة في حوار اليوم، ربما بين اتجاهين أساسيين لكن الشيطان طبعا يكمن في التفاصيل. أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من كندا، دكتور ثروت نافع البرلماني السابق مؤسس الحركة الليبرالية المصرية، أستاذ العلوم الاستراتيجية بكندا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. من حيث المبدأ، هل حضرتك تعتقد أنه هذه دعوة جادة يمكن البناء عليها دعوة بناءة؟ أهلا وسهلا أستاذة رشا وأهلا بضيف حضرتك. طبعا السياسة أساسها فكرة الحوار، يعني أنا يعني مش معترض على الفكرة، لكن ما هي طبيعة الرغبة في الحوار؟ يعني هل هي قائمة على آليات محددة؟ هل هي فيها مثلا آليات موضوعية أو مقومات محددة؟ احنا سمعنا يعني دعوات الحوار من قبل، وسمعنا عن تكوين لجان من قبل زي لجنة الأستاذ محمد أنور السادات للنقاش مع المعارضة، ثم اختفت تماما، واكتشفنا ان هي كانت مجرد وسيله لان كانت مصر عايزه تحضر مؤتمر للهيومن رايتس في ديسمبر 2021، فلما مصر ما حضرتش المؤتمر ده مع بايدن اختفت لجنه الاستاذ محمد انور السادات. كان قبلها حاجه اسمها لجنه العفو الرئاسي ثم اختفت هذه اللجنه. تم اعاده تفعيلها يا دكتور، مفترض انه تم الاعلان قبل يومين عن اعاده تفعيل هذه اللجنه للعفو الرئاسي وانها ستكون قائمه على تلقي اسماء المعتقلين او المحبوسين احتياطيا او غيرهم، من ثم يجري البت في امره.
هي دي المشكله حضرتك. المشكله مش مساله ان هي تم اعاده بثها او المشكله هي يعني ايه هي الياتها، ايه هي المقومات اللي قايمه عليها الفكره بتاعت اللجنه. هل هو حوار سياسي حقيقي ولا هو شيء تجميلي للسلطه؟ هل واذا كان حوار سياسي، اذا كان راس السلطه الحالي قال قبل كده انا لست سياسيا، فهل هو اصبح سياسيا الان؟ اذا كان عايز يبقى سياسي يبقى لازم يكون هناك مقومات وفي اليات موضوعيه يكون الدعوه قائمه على اساسها. غير كده انا اعتقد ان هي قد تكون مثل باقي الدعوات، وهي مجرد زي ما كنا سمعنا لقطه او شيء مجرد مطلوب لتهدئه اوضاع داخليه او خارجيه معينه. لكن انا مش معترض على الفكره، الفكره اكيد السياسه اساسها الحوار، يعني السياسه هي فكره النظام او اختلافنا مع النظام ان هو رافض الحوار، هو رافض الاستماع للاخر، لان الحوار مش حوار من طرف واحد، مش حوار يعني اسمعوني انا بس، انا ربكم الاعلى، انا اللي دائما ياتيني الالهام. لا، السياسه حوار متبادل، فانت لما بتقول دعوه للحوار فهو لازم يكون ميوتشوال، يعني لازم يكون من الطرفين من طرف واحد. طيب دكتور، ممكن حضرتك تسمح لي ان اطرح سؤالا على الاستاذ طارق من القليوبيه في مصر عبر خدمه الزوم. استاذ طارق، جرى الحديث خلال النصف الاول عن الاليات، عن الضمانات والى اخره، لكن هل تعتقد انه رفض الدعوه للحوار تعني اغلاق الباب امام فرصه قد تكون جيده لاطلاق سراح المعتقلين، لاصلاحات سياسيه، لفتح المجال العام والى اخره؟ اعتقد ان الكل طبعا فرحان بهذه الدعوه، سواء معارضة او وطنيين مع الرئيس. بس انا عايز اقول ان الموضوع مش هيبقى مفتوح على الاطلاق، يعني ما زلنا جماعه الاخوان المسلمين مصنفه تصنيف ان هي ارهابيه لمده 5 سنوات قادمه، وديت بره الحوار ومحدش يتكلم فيها، لان لو اتكلمنا فيها احنا كده بنقفل الحوار فعلا. يعني المعارضين اللي في الخارج اللي هم اصحاب اجندات خاصه اعتقد برضو ان هيبقوا بره عمليه الحوار السياسي. فانا اعتقد يعني ان الموضوع موجه للداخل، للمعارضه اللي بالداخل، ولشبابنا اللي هم محبوسين في قضايا راي او كلام من ده. انما اعتقد الموضوع مش هيوصل. بس السلطه في مصر تقول انه ليس هناك معتقلي راي على الاطلاق في مصر خالص. أنا أعتقد إن كون السيد الرئيس نفسه بيقول إن هو يعيد تفعيل العفو الرئاسي مرة أخرى، أعتقد إن قد يكون هناك بعض يعني مش المعتقلين اللي هم على سلم قضايا رأي، بلاش نقول معتقلين لأن الدولة بتنفي وأنا أثق في الدولة. حضرتك تتحدث عن المعارضة في مقابل الوطنيين مع الرئيس، تعتقد إذن إن المعارضة غير وطنية؟ لا خالص، انا بتكلم على جماعه الاخوان المسلمين، جماعه الاخوان المسلمين والمعارضه اللي في الخارج المموله اللي طول النهار. هل حضرتك لديك دليل على تمويل المعارضه من الخارج؟ المعارضه في الخارج، هل هي يعني من اين لحضرتك تصريح انها معارضه مموله؟ لا، ده كلنا نعلم ذلك، ما حدش بيشتغل في الشغله دي ببلاش يا استاذ، ما حدش بره يا استاذ رشا. انا مع حضراتكم من يعني من 30 سنه او 20 سنه على البي بي سي. أنا أعتقد أن الناس اللي موجودين بره دول ما عندهمش الأجندات الخاصة بتاعتهم، من هم بيقولوا هذا في حد ذاته سؤال كافي. القنوات الإعلامية فتحت لهم مصراعيها في الدول اللي مناضة مصر. طيب دكتور ثروت نافع، هل من رد أولا من ثم أطرح على حضرتك سؤالا مغاير؟ طبعا دي اليات كل الدول الشموليه دي، يعني تحب ان هي تتهم اي حد بيخالفها بان هو ممول او هو ما الى ذلك. انا معارض في الخارج، انا عايش بقالي 25 سنه في الخارج، استاذ جامعي ومؤسس حركه ليبراليه، وما عنديش اي تمويل خالص ولا عمري خدت، بل بالعكس يعني مصادر كل حاجتي وما عنديش اي حاجه خالص، وبحارب في عملي يعني. فلو في اي اثبات على دي نحب نشوف الاثباتات، اذا كان كل واحد بيعارض من اجل بلده. انا سبت بلدي وكان قدامي فرصه ابقى في حاجه كويسه قوي في بلدي لو طوعت النظام، فلو يبقى افضل يبقى في بلدي ويبقى معايا فلوسي ومعايا ويعني وعايش بحياتي يعني الطبيعيه وفي مركز كويس. لكن هي في ناس بتحب البلد، ده اللي بحب اقوله للضيف حضرتك الكريم، في ناس بتحب البلد وفي ناس بتفضل مصلحه البلد على مصلحه نفسها. بس حضرتك ما بتشوفش دوت، بس هو موجود. ومع ذلك لو حضرتك عندك اي حاجه تثبت ان احنا ممولين اهلا وسهلا، اعرف يعني انا مستعد ان افندها يعني اذا كان الموضوع هيخش في مسائل شخصيه. اما غير كده فحضرتك عارفه جيدا ان كل الاوتوكراتيك ريجيمز يعني او الانظمه الدكتاتوريه والانظمه الشموليه عموما
دايما عندها هذه الشماعه يعني لاي حد يعارضها، وفي الداخل بيقول برضه ممول وبيقول شيء. هل بعيدا عن الاسلاميين خالص، انا مؤسس حركه الافراديه، مع ان برضه غلط ان احنا اكسكلود اي حد في طوائف الشعب في مساله الحوار، لكن هل هشام جنينه اسلامي؟ هل يحيى حسين عبد الهادي اسلامي؟ هل دكتور محمد محي الدين اسلامي؟ هل 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 هؤلاء ممولين؟ وبعدين انت لما بتتكلم عن فكره المعارض، انت بتقول انا بعمل حوار سياسي، هو المعارض لازم يكون معارض جوه مصر؟ طب ما هو خرج غصب عنه بره مصر، اللي في المنافي اكتر من اللي جوه مصر في بيعارض، جوه مصر في ناس مش قادره تفتح بقها، واللي خرج جوه مصر مش عارف يرجع. وفي الاخر انت بتتكلم انا عايز اعمل حوار سياسي. هل هذا حوار من طرف واحد؟ ام هو حوارا حقيقيا يدعو الى مصالحه مجتمعيه وبناء حياة سياسية جديدة؟ هو ده السؤال الأساسي. طيب دكتور ثروت، لو تحدثنا عن فكرة الحوار الآن، هناك من الموالين للسلطة في مصر اتجاهان، الاثنين موالين بس اتجاهان، اتجاه يقول أنه الرئيس السيسي غير مضطر كان للإعلان عن دعوة للحوار لأنه لديه ظهير شعبي ولأنه لديه دعم ولأنه أحدث قدرا كبيرا من الإنجازات منذ تولى في 2014، من ثم هي دعوة بالتأكيد أصيلة. تيار آخر موالي أيضا للسلطة يتحدث عن أنه المشروع البديل غير موجود وأنه الجبهة المدنية كانت مفتتة منذ ثورة 25 يناير، من ثم ليس لديها مشروع بديل يطرح، من ثم المبادرة دائما لابد أن تأتي من الدولة لأنه هي الموثوق فيها، حتى كما تفضل الضيف قبل دقائق وقال. ما رأي حضرتك؟ أولا أنا بحترم كل الآراء سواء اللي مع موالي للسلطة أو ضد السلطة، لكن فكرة أن ما فيش مشروع بديل أنا دائما بعترض على الحكاية دي شماعة بتتعلق من أيام يعني منذ انقلاب 52. لا، هو في مشروع بديل، إحنا قدمنا مشروع وعندنا مشروع بديل وفي ناس كثيرة عندها مشاريع بديل، لكن هي مسألة أن ما حدش عايز يستمع إلى المشاريع، ما حدش بيدي الفرصة للناس أن هي تشوف أو تسمع المشاريع البديل. إحنا قدمنا مشروع لدولة وطنية متكاملة، وحتى في علاقة المدنيين بالقوات المسلحة يعني تقدمت مشاريع سياسية كثيرة جدا وموجودة، إحنا مش هنخترع العجلة يعني، من أساتذة علوم سياسية ومن أساتذة سياسيين ومن أساتذة في كافة التخصصات، عندنا مشروع متكامل للدولة. وحتى إيفن الإخوان الإسلاميين عندهم مشاريع، يعني ما فيش سياسي مع مشروع للدولة، لكن دي فكرة يعني حجة للقضاء على أي فكرة بتعرض. طب إدي خلي الناس تعرض أفكارها وتناقش بالكلام مشروع غلط مشروع صح. على بالنسبه للناس اللي بتطرحيهم داخل السلطه اللي بيقولوا مثلا احنا عايزين نتكلم مع السلطه او ما فيش بديل، اتكلم، بس انا مش ضد انك يا ريت احنا كلنا عايزين نتكلم، عايزين يبقى في حوار، بس كل اللي انا بساله اضمن لي هات ضمانات وهل كرايتيريا يعني اليات الموضوعيه لهذا الحوار، والا هيبقى حوار من طرف واحد، واحد ماسك الميكروفون بيقول اسمعوني وخلاص. انما اذا كان هذا هو الحوار انا رافضه. انما اذا كان حوارا سياسيا حقيقيا مش بفرض رايي فيه، بس هناك استماع للآراء وهناك عرض لوجهات النظر وهناك نقاش موضوعي، أهلا وسهلا طبعا بهذا الحوار. طيب. أهلا وسهلا، حتى عايز أي غير كده. من هذه النقطة أتحول مرة أخرى للأستاذ حسين من الإمارات للرد. أستاذ حسين، حضرتك كنت تتحدث عن ما تراه ضمانات لأن يكون هذا الحوار حوار بناء، هل ما عرض حتى الآن تفعيل جهات قائمة على هذا الحوار، الحديث عن أنه سيذهب إلى مجلسي النواب والشيوخ وإلى آخره، إضافة إلى اهتمام الرئيس الشخصي به، هل تعتقد أنه هذه بداية جيدة يمكن البناء عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. أنا بس الأول حابب أرد على الأستاذ الكبار الصحفيين الإعلاميين اللي سبقوني بيقول ان هو في ضغوط على مصر، طبعا مصر لا تقبل ضغوط من اي حد، امريكا ولا غير امريكا، لا ضغوط خارجيه ولا ضغوط داخليه، تمام؟ ده بالنسبه للنقطه دي. النقطه الثانيه في الاستاذ صالح بيقول في اختفاء قسري في مصر. مصر ما فيهاش اختفاء قسري ولا في ناس محبوسين سياسيين، الاختفاء القسري تشوفوه هناك في سوريا، تشوفوه في ليبيا، لكن مصر ما فيهاش اختفاء قسري، والسجون مفتوحه قدامكم، تعالوا اتفرجوا، وفي مجلس شعب وفي مجلس شيوخ وفي لجان المجتمع المدني، وزارة السجون وشافت كل حاجه قدامها. ما الذي حدث مع الصحفيه التي خرجت تنتقد السلطه قبل عده ايام وبعدين اختفت عده ايام بعدين ظهرت امام النيابه العامه؟ ما الذي حدث مع الباحث الاقتصادي الدكتور ايمن هدهود؟ ما الذي حصل مع اسر المعتقلين الذين يتحدثوا عن انهم يبحثون عن ابنائهم بالشهور واحيانا بالسنين؟ مصطفى النجار مثالا. لا ما فيش، السجون المصريه ما فيهاش الكلام ده، وفي النيابه المصريه بتاعتنا والقضاء المصري، القضاء شامل، وبعدين السلطه المصريه مش مجبره انها تعمل الكلام ده اصلا. وبعدين اي حول حضرتك حاجه يا استاذ رشا، اي حد
يرفع السلاح ويرفع في وجه الشعب المصري في وجه الجيش المصري، ده مش ناشط سياسي ولا 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 معارض، ده ارهابي، والدوله لها الحق ان تدافع عن الشعب المصري وعن سياستها وعن حدودها. وبعدين يقدر ان هو يعمل سياسه او يعمل حوار مع المعارضه. هو حاليا احنا خلاص الحمد لله احنا قضينا على الارهاب في سيناء وقضينا وامنا الحدود بتاعتنا. بس فهمت الرئيس السيسي حب يعمل حاجه اسمها عوده الاسر المصريه مع بعض المتكاتف، ليس بالضغوط، لا احنا عندنا ضغوط خارجيه ولا ضغوط داخليه، ولكن هي الدوله المصريه. طيب حضرتك تتحدث عن 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 المتهمين حتى غير المدانين في قضايا ارهاب، وهذه نقطه اريد ان يعلق عليها الدكتور بعد اذنه على هذه النقطه. دكتور ثروت نافع، هل من اجابه على ذلك؟ طبعا هو ده فكره التنكيل بالمعارضه، وانا يعني اديت لحضرتك بعض الاسماء كنموذج، يعني بما فيهم اخيرا الاعلاميه هاله فهمي، ما هو موجه لها نفس التهم، ويوجه للناس كلها تهم الالتحاق بجماعه ارهابيه او مساعده جماعه ارهابيه، تهم مطاطه جدا وكليشيه دلوقتي في اي حد بيعارض الصوت، وهو ده فكره القمع. انما ان حضرتك يعني تتهم حد بالارهاب لازم يكون هناك دليل على دوت، وايه هو نوعيه الارهاب، وايه الديفينيشن، ايه تعريفات الارهاب اللي حضرتك بتقول عليه. إن لو حد بيقول اي حاجه بتعارض السلطه دلوقتي، انا كليبرالي اتهم بان انا اخوان مسلمين او بنات اخوان مسلمين، لا، هي السلطه لا تمثل الوطنيه، هو ده المفهوم اللي لازم يتغير. الوطنيه مش هي السلطه اللي الحاكمه، الوطنيه هي الوطن هو للجميع، ومن حق الجميع ان يكون له رؤيه في هذا الوطن. فالوطنيه لا تمتلكها ولا تحتكرها السلطه، وإذا كان هناك سلطة بدون رأي آخر فهي سلطة شمولية لا تمثل أي شيء من الوطنية في أي دولة، مش في مصر بس. طيب بس المناصرين أيضا للسلطة يا دكتور ثروت، المناصرين للسلطة في النقطة التي حضرتك تطرحها الآن يرون أن هناك إجراءات احترازية يتم تطبيقها لها علاقة ببنود قانونية مقررة، يرون أنه مد فترة الحبس الاحتياطي حدث أثناء تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور، من ثم الدولة سائرة على بمؤسساتها وأنه لا يمكن التدخل في عمل هذه المؤسسات لأن الأمور تسير وفق القانون. طب واللي خرجوا خرجوا ازاي لما لا يمكن الدخول في عمل هذه المؤسسات؟ خرجوا ازاي والسيسي هنأهم في الافطار لما هو لا يمكن الدخول في عمل هذه المؤسسات؟ هذا كلام عاري تماما من الصحه. لو عايزين نتكلم بصراحه مع بعض ونتكلم كويس قوي، ان فكره فصل المؤسسات داخل الدول الشموليه غير موجوده، مش موجود خالص. والكلام دوت معروف واحنا كلنا كمصريين فاهمينه كويس قوي. وإذا كنا عايزين نتكلم، هي دي فكرة اللي كنت بقولها لحضرتك، الآليات الموضوعية، هنتكلم بموضوعية ولا هنتكلم بكليشيهات وتعبيرات وصورة بس، يعني عايزين ناخد لقطة؟ لو هنتكلم بموضوعية يبقى احنا عايزين ننقذ هذا الوطن من الغرق وننقذه من الهاوية الذي يعني يندفع إليها بسرعة رهيبة جدا، ناهيك عن ما خسرناه من قبل. فالوطنية الحقيقة أنك تحاول أن تفكر في مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية، سواء كانت للسلطة أو للمعارضة، أنا ما بنتقدش حد بعينه. ففكرة أن المؤسسات مفصولة عن بعضها مش موجودة في مصر فن. وإلا إيه فكرة، حتى فكرة لجنة العفو الرئاسي، إذا كان الناس اللي طلعت بعفو أساسا، العفو لا يصح إلا على المحكوم عليهم بأحكام قضائية. مظبوط مظبوط. طيب. الناس طلعت دول محطوطين على 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 قضايا، فإحنا فاهمين كويس قوي إن مفيش فكرة فصل السلطات. طيب يا دكتور، بالعكس أنا حزين إنه يتم اتهام يعني مرفق العدالة بما يحدث الآن من خلال هعمل لجنة عفو رئاسي وما إلى ذلك. لا طيب. حضرتك اعمل فكرة لجنة حوار سياسي وابتدي اعمل فصل للمؤسسات وخلي هناك حياه سياسيه حقيقيه. طيب دي نقطه شديده الاهميه، حد حمل السلاح اصبح ارهابي. دي نقطه شديده الاهميه. ممكن استمع الى رد فعل من الاستاذ هشام من مصر عليها. استاذ هشام، هل يمكن ان تفعل مبادره للحوار من دون تغيير مجلسي النواب والشيوخ، ربما اعاده النظر في الدستور، تفعيل المؤسسات ودورها واستقلاليتها عن راس السلطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذه رشا، اهلا بحضرتك والبي بي سي والضيوف الكرام. انا شايف حضرتك، يعني انا مش عارف الاستاذ ثروت بصراحه معترض على ايه بالظبط. يعني الرئيس ابدا مبادره للحوار الوطني، المفروض يعني حضرتك ممكن تنضم للمبادره وتطرح الاطروحات اللي حضرتك بتتكلم فيها. جميع الناس، الاستاذ حمدين صباحي والاستاذ خالد، الناس اللي كانوا ناس وطنيين، ناس محترمين، في اختلاف في الرؤى السياسية، ده مقبول،
الواجهة الاعتراض حضرتك بس يا استاذ رشا في نقطة بالنسبة لقيادات الإخوان الخارجية. القيادات الإخوان الخارجية ما أنا من وجهة نظري المتواضعة، أنا بتكلم كراجل فصيل، راجل مواطن مصري، لا يصح أن يكونوا في ضمن هذا الحوار الوطني، لأن دول ناس يعني للأسف أفسدوا في المجتمع، وانتمائهم الأول والأخير مش لمصر ولا لأسرهم، انتمائهم لجماعة الإخوان فقط، فبالتالي لا يجوز أن يكونوا في طرف الحوار. لكن باقي أطياف المعارضة، الأستاذ ثروت، الأستاذ حمدين صباحي، جميع الأطياف مدعوة أنها تقعد على طاولة واحدة ويقولوا أطروحاتهم، ودي مبادرة جميلة يجب أن احنا نلتف حواليها، ولكن لا نهاجم بهذه الطريقة. لا طبعا، وكل مواطن حقه أن يكون له وجهة نظر، من بينهم حضرتك ومن بينهم الدكتور. بس حضرتك ذكرت مثال مثلا على الأستاذ خالد داود، وصفته بأنه وطني. من الذي يحدد معيار الوطنية في مصر، ولماذا حبس خالد داود لو هو وطني؟ في اختلافات. أنا حضرتك، أنا راجل لست جهة أمنية عشان أقول لحضرتك هو حبس ليه، يعني ولا متابع لموقفه في القضية بتاعته عشان أقول حبس ليه. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال بطريقة تانية، حضرتك وصفته بأنه وطني على أي أساس؟ والله الأستاذ خالد يعني دوره، الأستاذ حمدين، دول ما لهمش جهات انتماءات زي الإخوان. الإخوان يختلفوا اختلاف كلي، يعني وارد ان اختلاف في الرؤى السياسية. طب خالد اتهم بأنه منضم إلى جماعة إرهابية ويروج لهذه الجماعة، في الآخر حضرتك هو فين دلوقتي؟ حضرتك في اتهام ده إجابة، ولكن هل هو دي إجابة واضحة وأريد رد عليها من الدكتور، من الدكتور ثروت نافع. دكتور ثروت، لو افترضنا أنه مبادرة حسن النية مثلا في البداية صدرت بالإفراج عن الكثيرين إذا لم يكن كل المعتقلين، هل هذه بداية عملية جيدة؟ لأنه هذا ما أعلن عنه، ده الشيء الملموس الذي أعلن عنه حتى هذه اللحظة بالإفراج عن 41 شخصا، آخرهم طبعا كان الصحفي والناشط السياسي في حزب الكرامة حسام مؤنس. فبالتالي البعض يرى أنه هذه خطوات ملموسة وحقيقية وجيدة جدا، لكن ضعيفة جدا. طبعا هي خطوة جيدة، أي إفراج عن أي مظلوم خطوة جيدة حتى لو واحد، لكن ضعيفة جدا. هناك المئات، وهناك المئات أيضا في الخارج في المنافي. المسألة مش مسألة بس اللي في السجون المصرية. ثم ردي على ضيف حضرتك الكريم، أشكره كثيرا. أنا مش بعترض زي ما حضرتك بتقول بعترض وخلاص، أنا قلت أنا فنت وجهة نظري، ومش معترض على فكرة الحوار ده. أنا أول كلامي قلت أنا مع الحوار كسياسي، السياسة أساسها الحوار، لكن الحوار المتبادل اللي فيه أطروحات وفيه رأي بيؤخذ، مش الحوار المملى على الآخر أو حوار القائم على فكرة الكوتا. أنا حدي الناس بتوعي أو مش حدي الناس دول، أو أصدقائي هحطهم في الليستة أو ما إلى ذلك. عايزين كريتيريا، يعني ذا سيلكشن كريتيريا بتاعتنا، أو تبقى فيه أوبجكتيفيتي أو موضوعية في الناس اللي هيتم الإفراج عليهم. هقول كل من لم يحمل السلاح ضد مثلا الدولة أو ما إلى ذلك، أو لم يتهم بذلك. ده معيار موحد، يعني حضرتك تحدث عن معايير يمكن البناء عليه. معايير موحدة للجميع، وليس لأصدقاء أو لأطراف بعينها أو للناس معينة. أما فكرة الحوار فأنا طبعا مرحب بالحوار إذا كان جديا، ده اللي أنا بقول if is، يعني إذا كان جديا، إذا كان حوارا جديا له آليات وله معايير واضحة هنتناقش على أساس. أما إذا كان طيب مطلوب مني أقول في لقطة فأنا أرفض هذا من الحوار. من منطق احتكار الدولة للعنف، أنا عارف أن اللفظ يبدو أنه بس هو لفظ أكاديمي، من مبدأ احتكار الدولة للعنف لكي تكون دولة ذات سيادة في المفهوم الواقعي، هل تعتقد حضرتك أنه قرار حصيف مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن، مع الدين الخارجي، مع التضخم، أن يتم إطلاق قيادات في الصف المدني أو في المعارضة قادرين على الحشد الجماهيري؟ لأنه أي نظام يعني سيخاف من ذلك، أي سلطة ستخاف من ذلك؟ وهي دي فكرة الحوار السياسي. يعني انت لو كل ما هتفضل خايف هتحبس حد عشان هيبقى مؤثر في المجتمع، يبقى فكرة الدولة والسياسة مش موجودة. وعشان كده احنا بنقول هل هناك فعلا أطروحة لتحول الدولة الى فكرة السياسة، ولا ستظل الدولة زي ما بدأ رئيسها الحالي يقول انا لست سياسيا؟ هو الدولة اللي رأس السلطة بيقول انا لست سياسيا هي ليست فيها سياسة على الإطلاق، فمسموح لها انها تقوم بذلك زي ما حضرتك بتقول. انما اذا كان هيتحول الى فكر سياسي يبقى طبعا هيكون في معارضه. وفكره حشد الشارع، انت دلوقتي بتسيطر على الوضع الامني تماما،
وحشد الشارع ما بيجيش. ما هو ايام مبارك برضه كانت فكره حشد الشارع موجوده، وكان اكثر من خمسه بيعتبر تجمع، ومع ذلك قامت الثوره. يعني الثوره قادمه قادمه طالما هناك انغلاق سياسي وهناك انغلاق في الحقوق وهناك مظالم. ده قادمه قادمه. احنا اللي بنرجوه كمعارضين وكسياسيين الا يكون هناك ثوره عنف. احنا عايزين تحول سياسي محترم، عايزين دوله مدنيه تراعي الحقوق والحريات. احنا لا بنطالب بعنف ولا بنطالب بحمل. طيب عندي سؤال لحضرتك مباشر وقد يبدو فرديا لكن هو له دلالة. لو عرض على حضرتك الآن مع الدعوة للحوار الوطني إما أن تقود هذا الحوار أو أن تتولى منصبا من واقع خبراتك الأكاديمية أو العلمية أو العملية حتى في مصر، توافق ولماذا؟ أوافق إذا كان هناك آليات موضوعية واضحة. أوافق لأن زي ما قلت أنا مع حوار أساسي. نعم نعم دكتور ثروت، دكتور ثروت نافع، اعتذر الصوت انقطع، بس دكتور ثروت نافع البرلماني السابق مؤسس الحركة الليبرالية المصرية استاذ العلوم الاستراتيجية بكندا، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك في نقطة حوار لهذا اليوم، واشكر حضراتكم على طيب المتابعة لهذا الحوار القوي. الحوار لم ينتهي، سيستمر لنصف ساعة إضافية على راديو بي بي سي. شكرا جزيلا لحضراتكم، وهذه تحيات فريق البرنامج رشيد الشافعي العلوي ورشا قنديل. شكرا وإلى اللقاء.